نماز پڑھنے کا طریقہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک تعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تسمية بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تكبير الله أكبر ركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم تسميع سمع الله لمن حمده تمحيد ربنا لك الحمد تكبير الله أكبر سجدة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى تكبير الله أكبر تشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله درود إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا
فلا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دوسری دعا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.